أحبائي وأبنائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، أهلا بيكم في مادة العلوم مع كايرو دار. هنستكمل بقية المراجعات بالمصطلحات المهمة جدا والمقارنات المهمة جدا في الوحدة الثانية زي ما اتفقنا قبل كده، علشان أتعرف على بعض الأسئلة اللي بتيجي في الامتحانات، علشان أقدر بس إن يبقى إن شاء الله ما فيش ولا سؤال يقف قدامي ولا حاجة. فلو قال لي برضو في الامتحان ما المقصود بكل مما يأتي أو أعرف كل مما يأتي، زي ما احنا شايفين برضو كده قدامنا، هقولك يعني ايه كلمة المحور الاصلي للعدسة. خلي بالك ان العدسة بتختلف عن المرآة في كذا حاجة. اول حاجة ان هي سطح كاسر لكن المرآة سطح عاكس. تاني حاجة المراية ليها مركز تقور واحد وبؤرة واحدة، لكن العدسة لما اجي ارسمها ليها اتنين مركز تقور وبؤرتين، لان ممكن الاشعة تسقط من جهة فتتجمع في جهة تانية، وممكن تسقط من الجهة التانية فتتجمع في الجهة المعاكسة ليها. طيب فلما اقول لك يعني ايه كلمه المحور الاصلي، اقول لك هو المستقيم المار بمركزي تقور وجهي العدسه. طيب التعريف اللي بعد كده المحور السنوي. المحور السنوي هو المستقيم المار بالمركز البصري للعدسه ما عدا طبعا المحور الاصلي، لان المحور الاصلي كده كده لما بيمر بالنقطتين او بمركزي تقور وجهي العدسه بيمر بالمركز البصري. فلما اجي اقول لك المحور السنوي، اي مستقيم هيمر بالمركز البصري باستثناء المحور الاصلي. طبعا مع ملاحظه ان المحور الاصلي للعدسه هو محور اصلي واحد، لكن عدد المحاور السنويه عدد لا نهائي. طيب لما اقول لك تعريف البؤره، هقول ان البؤره هي مركز تجمع الاشعه المنكسره، كلمه المنكسره يبقى اقصد بيها العدسه المحدبه، او امتدادها يبقى اقصد بيها العدسه المقعره. طيب يعني ايه كلمه البعد البؤري؟ قلت لك لو انت قست المسافه ما بين البؤره الاصليه والمركز البصري، طبعا دي مسافه بتقاس، او ساعات هو يقول لي في الامتحان على القيمه بتاعتها عشان احط الجسم على حسب القيمه اللي هو بيقول لي عليها. فاقول لك يعني ايه كلمه البعد البؤري؟ تقول لي البعد البؤري هو المسافه بين البؤره بتاعه العدسه الاصليه ومركزها البصري. اتكلمنا على بعض عيوب الابصار اللي بيصاب بيها بعض الاشخاص او بعض الناس، قلت هما اتنين، قصر النظر وطول النظر. فلما يقول لي في الامتحان ما المقصود بكل مما يأتي، يعني ايه كلمه قصر النظر؟ هقول رؤيه الاجسام القريبه بوضوح والبعيده غير واضحة، أو بيقولوا كده زي ما بيقولوا مشوهة شوية. الأشخاص اللي بيعانوا من كسر النظر بيشوفوا كويس جدا على بعد حوالي 25 سنتي، لكن الأجسام البعيدة على بعد 6 أمتار مش بيشوفوها واضحة. طب وطول النظر؟ العكس، بيعاني مريض طول النظر من رؤية الأجسام البعيدة بوضوح والقريبة غير واضحة. طيب كان في حاجة برضو كده، لما بعد الفكرة بتاعت العدسات، لما الإنسان قدر إن هو طبعا يخترع العدسات المحدبة والمقعرة واستخدمناها في علاج عيوب الأبصار، بدأت تظهر حاجة اسمها العدسات اللاصقة. فلما يقول يعني إيه كلمة عدسة لاصقة؟ هقول هي عبارة عن عدسات بلاستيكية، طبعا بتبقى شفافة، بتوضع على العين، رقيقة جدا بتوضع على العين لتصحيح عيوب الأبصار، ويمكن نزعها بسهولة. طبعا دي الفكرة اللي بعد كده اللي اتعملت بعض العدسات اللي بتستخدم في النظارات الطبية، لا بدأوا يعملوا حاجة اسمها العدسات اللاصقة كمنظر جمالي وكأحسن طبعا في انها بتتحط على العين مباشرة وتصحح عيوب الابصار. طيب التعريف اللي بعد كده، لو قال لي مثلا يعني كلمة الكاتاراكت او المياه البيضاء، كلمة الكاتاراكت او مرض المياه البيضاء هو مرض بيسبب سحابة بيضاء بتتكون على عدسة العين مما يعوق الابصار او يؤدي الى ضعف الرؤية. فلما يقول يعني ايه كلمة الكاتاراكت او المياه البيضاء، هقول هو مرض بيصيب بعض الاشخاص، زي ما اتكلمنا برضو قبل كده قلت لكم انه بيصيب الاشخاص، قد يكون بسبب كبر السن، ممكن يكون بسبب العقاقير الطبية او الادوية الانسان بياخدها، فممكن يكون من الاثار الجانبية بتاعتها ان هي بتكون مياه بيضاء على العين، وممكن يكون باسباب وراثية. فهي عبارة عن المياه البيضاء سحابة على العدسة العينية او عدسة العين مما تؤدي الى ضعف الابصار. طيب نكمل الاجزاء بتاعتنا بس بقى في صورة مقارنات. لو قال لي برضو قارن ما بين البؤرة الاصلية والبؤرة السنوية في العدسة، هي نفس الفكرة بالظبط، البؤرة الاصلية والبؤرة السنوية في المرايا زي العدسة. فكرتها ان البؤرة الاصلية بتنشأ عند تلاقي الاشعة المنكسرة او امتدادها، عند سقوط اشعة متوازية وموازية للمحور الاصلي. طب والتانية البؤرة السنوية؟ هقول تنتج من تلاقي امتداد الاشعة نفسها او الاشعة برضو هي نفسها لو كانت عدسة محدبة او عدسة مقعرة، بس لما تسقط الاشعة متوازية
وغير موازيه للمحور الاصلي، او تقول متوازيه وموازيه للمحور السنوي، كده او كده الاثنين زي بعض صح بالظبط. دي مقارنه ما بين البؤره الاصليه والبؤره السنوي. طيب برضو نفس الفكره، لو قال لي في العدسات قارن زي ما احنا شايفين كده في الجدول اللي قدامنا ما بين البؤره الحقيقيه والبؤره التقديريه. زي ما قلت لك ان البؤره الحقيقيه لا تتكون الا بواسطه في المرايا، المرايا مقعره. طب والبؤره التقديريه مرآة محدبه؟ العكس، هقول ان البؤره الحقيقيه بتتكون بواسطه عدسه محدبه زي ما احنا شايفين الرسم. اذا البؤره الاشعه بتسقط في جهه وبتتجمع في نقطه في الجهه الاخرى من العدسه او المقابله للعدسه، هذه النقطه اسمها بؤره، البؤره دي اسمها بؤره حقيقيه. يبقى اقول البؤره الحقيقيه تتكون من طلاق الاشعه بعد نفاذها من العدسه. طب والبؤره التقديريه؟ لو انا عندي عدسه مقعره واسقطت اشعه متوازيه وموازيه للمحور الاصلي، الاشعه دي بتسقط وبتتفرق، الامتداد بتاعها بيتجمع في نقطه في نفس جهه سقوط الاشعه، هذه النقطه تسمى بالبؤره التقديريه وليست الحقيقيه. يبقى لما اقول كده تتكون من ايه، هقول ان البؤره التقديريه بتتكون من تلاقي امتداد، لازم كلمه امتداد، الاشعه بعد نفاذها من العدسه او الاشعه المنكسره. طيب كمان كوجه مقارنه هقول ان البؤره الحقيقيه زي ما احنا اتفقنا قبل كده، البؤره الحقيقيه يمكن استقبالها على حائل. انت لو جبت عدسه محدبه وجبت ورقه بيضه في الجهه الاخرى واسقطت اشعه الشمس عليها، هتتجمع الاشعه ديت في نقطه، النقطه دي اسمها البؤره الحقيقيه. طب والبؤره التقديريه استحاله ان انا ينفع استقبلها على حائل، عشان كده اقول لك لا يمكن استقبالها على حائل، دي بالنسبه للبؤره التقديريه. البؤره الحقيقيه تتكون في حاله قلنا العدسه المحدبه، ولكن البؤره التقديريه تتكون في حاله العدسه المقعره. لو قال لي مثلا برضو المسارات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، لو قال لي مثلا رسمه جابها لي في الامتحان زي رسمه عدسه محدبه وحط لي شعاع ضوئي وقال لي كمل المسار، قول لي كده الشعاع الضوئي دوت هينكسر ازاي او هيتحرك ازاي، كمل انت المسار بايدك. زي ما احنا شايفين قدامنا، اولا اول مسار هناخده هقول لك ان الشعاع الساقط موازيا، طبعا دي عدسات محدبه ودي عدسات مقعره، هقول لك لو عندي شعاع ضوئي سقط موازي للمحور الاصلي سواء في عدسه محدبه او في مقعره هينكسر مرة بالبؤرة، ده في حالة العدسة المحدبة. طب وفي حالة العدسة المقعرة لأنها بتفرق الأشعة هتفرق الشعاع بعيد بحيث أن الامتداد بتاعه هيمر بالبؤرة. إذن نقول تاني كده المسار، هقول أن الشعاع الضوئي الساقط موازيا للمحور الأصلي بينفذ منكسرا، هو مر بالبؤرة أو امتداده هو اللي هيمر بالبؤرة. المسار رقم اتنين، لو عندي شعاع ضوئي سقط العكس مر بالبؤرة هو أو امتداده، يبقى لو عندي عدسة محدبة الشعاع الضوئي سقط مر بالبؤرة أو الشعاع نفسه امتداده هو اللي مر بالبؤرة، المرة دي هينعكس موازيا للمحور الأصلي. يبقى الكلام عكس الكلام، لو سقط الشعاع الضوئي موازي للمحور الأصلي هينعكس مر بالبؤرة، طب ولو سقط مر بالبؤرة هينعكس موازيا للمحور الأصلي. آخر مسار اللي أنا قلته برضه أو شرحته قبل كده، لما قلت لك لو الشعاع الضوئي سقط مر بالمركز البصري، النقطة الوحيدة التي لا يعاني فيها الشعاع الضوئي من اي انكسار هو المركز البصري. فزي ما احنا شايفين قدامنا كده على الرسم، لو الشعاع الضوئي سقط مر بالمركز البصري سواء كانت عدسه محدبه او عدسه مقعره فانه لا يعاني اي انكسار وينفذ على استقامته. طيب في خواص تكون الصور في المرايا المحدبه والمقعره، لو انا عندي في العدسه العدسات المحدبه والعدسات المقعره، هي نفس الفكره برضو، لو انا عندي عدسه محدبه وسقطت عليها مجموعه من الاشعه متوازيه وموازيه للمحور الاصلي، هتتجمع الاشعه ديت في نقطه زي ما احنا شايفين قدامنا، النقطه دي اسمها البؤره. لما اقول لك اوصف لي كده الصوره ديت، تقول لي الصوره دي اتكونت في الجهه الاخرى من سقوط الاشعه، اذا هي صوره حقيقيه لان ممكن استقبلها على حائل. طب الصوره ديت عباره عن صوره حقيقيه، شكلها ايه، حجمها؟ هقول لك عباره عن صوره حقيقيه مصغره جدا، عباره عن نقطه مضيئه. نفس الفكره اللي عملتها في المرايه المقعره، يعني انت لو جبت عدسه محدبه اسقطت عليها اشعه واستقبلت الاشعه دي من الجهه الاخرى على ورقه، الصوره اللي هتتكون او النقطه المضيئه اللي هتتكون عندك اللي هي البؤره دي ما هي الا صوره للجسم الكبير اللي هو الشمس، بس صوره مصغره جدا جدا للشمس. طيب الحاله الثانيه، لو الجسم بدا ان هو يقرب شويه من العدسه المحدبه وبقى على بعد زي ما احنا شايفين قدامنا كده اكبر من الميم او اكبر من ضعف البعد البؤري، يعني اكبر من مركز التقاور، هرسم شعاع موازي للمحور الاصلي هينعكس مر بالبؤره، وهرسم شعاع بيسقط مر بالبؤره هينعكس موازي للمحور الاصلي، الاثنين هيتقابلوا في نقطه، النقطه دي هي موضع الصوره. اذا لما الجسم يكون بعد الميم الصوره هتتكون ما بين البي والميم، يبقى على بعد الصوره هتبقى على بعد
أكبر من البعد البؤري وأقل من ضعف البعد البؤري. تعال عشان نوصفها كده مع بعض. هقولك الصورة دي اتكونت نتيجة تقابل الأشعة المنكسرة، صح؟ تقولي صح، تبقى صورة حقيقية وفي نفس الوقت باينة أنها صورة مقلوبة، وفي نفس الوقت باينة أنها أصغر من الجسم الحقيقي أو من قيمة الجسم الحقيقي، وبالتالي هتكون صورة حقيقية مقلوبة مصغرة. طيب يبدأ الجسم يقرب تاني شوية، يبدأ الجسم يقرب يبقى على بعد بيساوي اليمين بالظبط. فلما أقولك أن الجسم على بعد بيساوي ضعف البعد البؤري يعني عند مركز التقور، هرسم شعاع موازي للمحور الأصلي هينعكس مر بالبؤرة، وهرسم شعاع بيمر بالمركز البصري ينفذ على استقامته دون أن يعاني أي انكسار. الاثنين هيتقابلوا مع بعض في نقطة، النقطة دي برضو على بعد بيساوي الميم، نفس الحالة بالظبط بتاعت المرآة المقارة. أنت لو فهمت المرآة المقارة تلاقي أن العدسة المحدبة أو العدسات سهلة جدا، لأن نفس الحالات بتتكرر، بس الفكرة كلها بدل ما بقول أشعة منعكسة بقول أشعة منكسرة. يبقى هقول أن الجسم لما سقطت منه الأشعة اللي هو كان واقف عند بعد بيساوي ضعف البعد البؤري أو مركز التقور، الصورة هي كمان بقت على بعد بيساوي ضعف البعد البؤري أو عند مركز التقور. نيجي نوصفها نقول أن الصورة دي حقيقية ومقلوبة وبالظبط قد الجسم، إذن حقيقية مقلوبة مساوية للجسم. برضو لو قالك في الامتحان متى يقف جسم على بعد من عدسة محدبة وتكون بعد الصورة هي نفس بعد الجسم، هقول عندما يكون الجسم على بعد بيساوي ضعف البعد البؤري أو على بعد بيساوي مركز التقور. يبدأ الجسم يقرب شوية، يبقى ما بين الب والميم، يبقى لما أقولك أن الجسم على بعد أكبر من البعد البؤري وأقل من ضعف البعد البؤري، هرسم شعاع موازي هينكسر مر بالبؤرة، وهرسم شعاع بيمر بالمركز البصري هينفذ على استقامته. الاثنين هيتقابلوا مع بعض في نقطة واحدة، النقطة دي هي موضع الصورة. الصورة فين؟ هتقولي بعد الميم. وصف الصورة، الصورة دي حقيقية ومقلوبة وبدأت انها تكبر شوية عن الحالة اللي قبليها. اذا زي الفكرة بالظبط بتاعت المرآة المقارة، كل ما الجسم يقرب من العدسة الصورة بتبعد عن العدسة من الجهة الأخرى وبتبدأ انها تكبر. مرة كانت مصغرة جدا عبارة عن نقطة مضيئة، بعد كده زادت شوية بقت مصغرة، بعد كده بقت مساوية للجسم، بعد كده بقت مكبرة. الحالة بعد كده أو العدسات المقارة، لو أنا مثلا جاب لي في الامتحان عدسة مقارة وقال لي لو الجسم محطوط قدام عدسة مقارة اوصف لي الصورة. طب أنا لما أقول إن الجسم محطوط على بعد معين، على بعد به أكبر من به أقل من به، لا، هقولك إن في العدسة المقارة عند وجود الجسم على أي بعد من العدسة المقارة تتكون له دائما نفس الصورة، هي صورة واحدة بس. هرسم شعاع موازي هينكسر بحيث إن الامتداد بتاعه هيمر بالبؤرة، وهرسم من نفس النقطة بتاعت الجسم شعاع بيمر بالمركز البصري هينفذ على استقامته. الاتنين هيتقابلوا مع بعض في نقطة، النقطة دي هي موضع الصورة. إذن الصورة هتتكون المرة دي في نفس جهة وجود الجسم، إذن هي صورة تقديرية وليست حقيقية. اتنين، هي نتجت نتيجة تقابل امتداد الأشعة المنكسرة وبالتالي هي صورة تقديرية، وبين جدا أنها معتدلة وبين جدا أنها أصغر من الجسم، إذن تقديرية معتدلة مصغرة. إذن عندما يقف الجسم أمام عدسة مقعرة على أي بعد دائما بتتكون له دائما نفس الصورة وهي تقديرية معتدلة مصغرة. طيب لو قال لي في الامتحان قارن بعض المقارنات طبعا المهمة أو مقارنة مهمة جدا جدا في الامتحان بالنسبة للوحدة التانية، مقارنة ما بين قصر النظر وطول النظر، وهزود عليها كمان الحتة بتاعت مرض الكاتاراكت أو المياه البيضاء. نقول الأول قصر النظر وطول النظر عشان مرتبطين ببعض. من حيث التعريف قلت لك أن قصر النظر أو المريض المصاب بقصر النظر بيعاني من رؤية الأجسام القريبة بوضوح والبعيدة مشوهة أو غير واضحة. طب وطول النظر العكس، بيعاني مريض طول النظر من رؤية الأجسام البعيدة بوضوح والقريبة غير واضحة أو مشوهة. الأسباب، السبب في قصر النظر حاجة من الاثنين، لإما قطر كرة العين صغير أكثر من اللازم، يعني أقولك زيادة قطر كرة العين أكثر من اللازم. كرة العين بتبقى أو العين في جسم الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقها على شكل كرة، المسافة من العدسة العينية لغاية الشبكية دي اسمها قطر كرة العين. في بعض الأشخاص بيتولدوا مصابين بزيادة شوية في قطر كرة العين، وبالتالي الأشعة مش قادرة أنها توصل للشبكية فبتتكون أمام الشبكية فبيصاب هذا الشخص بكسر النظر. عشان كده بقولك زيادة قطر كرة العين أكثر من اللازم، أو إن العدسة اللي عند الشخص دوت المصاب بكسر النظر العدسة العينية المحدبة عندها زيادة شوية في التحدب، يبقى زيادة تحدب العدسة العينية المحدبة. طب والمريض بتاع طول النظر العكس،
لإما عنده قطر كرة العين قصير أكثر من اللازم، يعني نقص في قطر كرة العين أو نقص في تحدب العدسة العينية المحددة. العلاج، العلاج سهل جدا. إزاي؟ مش أنا قلت لك إن المريض بكسر النظر عنده زيادة في تحدب العدسة العينية؟ طب أنا هعالجه بقى لما أعمله نظارة، هعمله نظارة فيها عدسة محدبة ولا أعمله نظارة فيها عدسة مقعرة؟ تقولي لا، أنا هستخدم عدسة مقعرة لأنه عنده العدسة المحدبة في زيادة في التحدب في القوة شوية، وبالتالي يعالج هذا الشخص المصاب بكسر النظر باستخدام نظارة طبية فيها عدسة مقعرة. لو قال لي في الامتحان ليه هقول حتى تعمل على تفريك الأشعة قبل سقوطها على العدسة العينية المحدبة، وبالتالي تتجمع الصورة على الشبكية. أهم حاجة أن الصورة تتكون على الشبكية. طب مريض طول النظر هو عنده كده كده نقص في تحدب العدسة العينية المحدبة، وبالتالي أنا هعالجه أن أنا هحط له نظارة طبية فيها عدسة عينية محدبة، عشان كده أقولك يعالج باستخدام عدسة محدبة مريض طول النظر. وذلك لو قالي في الامتحان علي لماتي، الشخص المصاب بمرض طول النظر يعالج باستخدام عدسة محدبة، هقول حتى تعمل على تجميع الأشعة قبل سقوطها على العدسة العينية فتتكون الصورة على الشبكية. أخيرا طبعا مرض الكاتاراكت، لو قلت لك من حيث التعريف قلت هو عبارة عن سحابة بتتكون على العدسة العينية المحدبة، فمما تؤدي إلى إعاقة الرؤية أو ضعف في الرؤية. لو قال لي في الامتحان إيه هو سبب حدوث مرض الكاتاراكت أو المياه البيضاء، هتقولي رقم واحد لإما كبر السن، لإما الأثار الجانبية للعقاقير أو للأدوية، لإما الاستعداد الوراثي أو الأمراض الوراثية اللي بتبقى عند الشخص. العلاج طبعا الحاجات أو الأمراض اللي بتصاب بها العين كانت زمان صعبة جدا في علاجها، لكن طبعا مع تطور الطب والأجهزة الطبية والجراحة والحاجات اللي زي كده بقت سهلة جدا، فبتعالج عن طريق التدخل الجراحي باستبدال العدسة العينية بعدسة برضو بلاستيكية شفافة، مما يقوي العدسة العينية ويستطيع الشخص الرؤية بصورة واضحة جدا. زي ما قلت لكم كده، أنا عايزكم كل الأسئلة اللي موجودة نبدأ إن احنا نحل بكميات كبيرة جدا الأسئلة على الوحدة الأولى والوحدة الثانية، نقدر ان احنا نرسم الرسومات بتاعت المرايا والعدسات، عشان لو جاب لي اي سؤال في الامتحان طبعا في رسمة او كده اقدر ارسمه بصورة صحيحة زي ما قلت لكم، مع ملاحظة الابعاد دايما بتاعت البؤرة ومركز التقور، هتلاقي ان الرسم سهل جدا. وان شاء الله نتقابل بعد كده في الاجزاء القادمة في الوحدة التالتة والوحدة الرابعة ان شاء الله. وزي ما قلت لكم بتمنى لكم النجاح والتوفيق، ولو في اي اسئلة رسلونا وقولونا على اي اسئلة او اي اجزاء محتاجين ان انتوا تعرفوها اكتر او كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.